خلاص كده اعزائي المشاهدين، عملية الحرق تمت، وزي ما احنا شايفين البرد بعد ما اتحرقت شكلها عامل ازاي اهو. انا دلوقتي هبدأ اطحنها على الهوم بتاعي هنا اهو، يعني مش هتطحن، هي هتتكسر. زي ما احنا شايفين اهو، بس انا هطحن عشان خاطر الايسيهات تطحن معايا. تمام، متنساش انت بتطحن تزود على الايسيهات، هي طحنت معاك بسرعة يعني. وابدأ فيهم كده اهو لحد لما اخلصهم كلهم. عشان ابدأ بقى المرحلة بتاعتي اللي جاية، اللي هي الاكوا ريا. يعني انا هحطهم في الماء الملكي على طول. الايسيهات ببيوت الخط، ببيوت الكروت، وهنشوف الدنيا فيها ايه ان شاء الله. خلاص كده انا هطحنهم كلهم وارجع لكم بعد ما اطحنهم عشان نبدا المرحله اللي بعدها ان شاء الله. خلاص كده اعزائي المشاهدين، انا خلصت البرد بتاعتي طحن، وضفت المحلول الملكي دلوقتي تاني بتاعي على طول. زي ما احنا شايفين التفاعل شغال اهو. هسيب التفاعل ده لما يخلص خالص، وبعدين نرجع نشوف الشغل بقى عامل ازاي بعد ما يخلص التفاعل ده ان شاء الله. وهوريكم حاجه هنعملها كده بعد ما يخلص التفاعل برضه، مش هنشتغل على طول، هنعمل حاجه الاول معينه كده هوريها لكم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام.
طبعا انا لابس الكمامه دلوقتي عشان شايفين حضراتكم الغازات اللي ناتجه، غازات ضاره جدا، فلازم تكون لابس الكمامه بتاعتك وكمامه تكون كويسه عشان خاطر التفاعل ده. بصراحه يعني غازات كلها سامه جدا وضاره جدا، وانت في غنى عنها، انت في غنى عن انك تستنشق هذه الروائح الغازات السامه. ونرجع مع بعضنا بعد ما يخلص التفاعل ان شاء الله. كده اعزائي المشاهدين التفاعل خلاص خلص. انا قلت لكم هوريكم حاجه قبل ما ابدا مرحله التنقيه بقى والترشيح، هوريكم حاجه مهمه هعملها. انا دلوقتي هضيف شويه حمض كبريتيك، شويه بسيطه خالص اهو زي كده اهو. خلاص كده، خلاص كده تمام. اديله تقليبه واسيبه بالظبط 5 دقايق بس. خلاص زي ما انا شايف كده هو مفيش تفاعل خالص، حتى بعد ما حطيت حمض الكبريتيك كان حصل تفاعل بسيط وخلاص. هبتدي دلوقتي اصفي المحلول بتاعي ده بالمكونات اللي هي فيه كلها، البرد اللي اتحرقت وكل حاجه هصفيهم هنا اهو. دي قماشه وتحتها مصفى في جردل نظيف. دي اول مرحله في التصفيه. في تصفيه طبعا بعد كده، انا بصفي الاول كده عشان خاطر الوساخة الكبيرة تفضل معايا في القماشة. واعرف اغسلها هي وفي القماشة. بقى الجردل هديله مية. مية عادية، مش لازم مية مفطرة. كده كده الشغل ده، شغل الحرق ده لازم بعد ما ترصبه وتطلع التراب منه لازم تشتغل عليه بالاكواريجيا تاني عشان يطلع نقي جدا. سيبه بقى يصفي. ومنساش بعد ما يصفي خالص اغسل المكونات اللي هي موجوده هنا من بواقي الحمض اللي فيها، لانها محمله بايه؟ بتكون محوله بمحلول الاكوا ريجيا او الماء الملكي بتاعنا، فلازم اغسلها كويس عشان كل المحلول ده ما يبقاش في اي رواسب ليه موجوده هنا في البرد المحروقه، يكون كله نزل تحت في الجردل النظيف.
احاول الميه ما اصبهاش على طول، ارشرشها كده اهو. كده كفاية، سيبهم بقى يصفوا خالص، نرجع بعد التصفية إن شاء الله. خلاص كده أعزائي المشاهدين، أنا خلصت الترشيح بتاعي بالقماشة، وأدي الرأسب اللي فضل عندي أو المحلول اللي فضل عندي، هرشحه دلوقتي ونقيه باستخدام ورقة الترشيح أو ورقة الأسمنت زي ما أنا بعمل كده أهو، في جردل تاني، جردل نظيف. شوية شوية بقى كده، ها لحد لما تتعبى معايا، بالراحة على مهلك. لو بصيت كده هو هنا هلاقي فيه رواسب نزل معايا برضو من القماشة، فعشان كده انا بستخدم المرحلة التانية الفلترة اهو. الرواسب الاسود ده طبعا انا في غنى عنه، لازم المحلول الاكواريج بتاعي يبقى نقي جدا عشان اشتغل عليه المرحلة اللي بعد كده ان شاء الله. طبعا طريقة التصفية سهلة جدا، بستخدم ورقة الأسمنت زي ما قلت لكم قبل كده، ورقة الترشيح بيبيعوه غالي. بس أهم حاجة أنت بتصب شوية شوية عشان ما تتقطعش منك ورقة الأسمنت. لو عايز تصب ورقتين فوق بعض مش مشكلة عادي، هتطول معاك سنة بس مش مشكلة، إن شاء الله مش هتطول. نكمل كمان شوية، واسيبها بقى لما تصفي خالص ونرجع مع بعضنا نشوف هنعمل فيهم ايه. خلاص كده اعزائي المشاهدين التصفيه خلصت، وادي زي ما احنا شايفين ورقه الترشيح، الرواسب كلها كانت في ورقه الترشيح زي ما احنا شايفين كده اهو. المحلول بتاعي اصبح دلوقتي
نظيف ونقي من غير اي شوائب. هبدا دلوقتي اضيف، مش هضيف، المفروض ان انا اضيف اليوريا عشان تحيد حمض النيتريك، لا انا هعمل بالطريقه التانية اللي هي بدوب الميتا في الميه. طبعا انا قلت لكم يا اما دي يا اما دي، يعني يا اما احط يوريا الاول عشان احيد حمض النيتريك وبعدين ارش اليوريا او ادوبها في ميه، لكن تدويب الميتا في الميه بيغنيني عن ان انا احط اليوريا. تمام، بس انا كنت بعمل التجربتين مع بعضهم، او بحط يوريا واحط الميتا في الميه عشان خاطر ازود التاكيد بتاعي ان انا حيدت حمض النيتريك. فانا هجرب ان من النهارده ما احطش، المره دي ما همش احط اليوريا، لا انا هضيف الميتا زي ما هو كده اهو مدوبه في الميه، واحطها على طول على المحلول بتاعي، وحرش شويه ميتا من فوق كده اهو، وبعدين هعبي ميه قد حجم الميتا. اهي ميه عاديه من غير ميتا دي، وارشها كده. خلاص اتاكدت ان الحمض النيتريك حيد، انا ضفت ميه وهديله تقليبه وهسيبه بقى 12 ساعة ان شاء الله، وبإذن الله نشوف نتيجة كويسة ان شاء الله. واشيله بس اخليه كده بعيد عشان خاطر ما اخليهوش في الارض عشان التراب. هسيبه بقى دلوقتي من 8 ساعات 12 ساعة يرصب، وبعد ما يرصب هنصفي شوية شوية كده ونشوف النتيجة ايه بإذن الله تعالى إن شاء الله. خليكم معايا بإذن الله.